تحية لي الفنان الجميل حمد الريح وتلكم الأغنية الجميلة. أكيد بنتواصل معكم عبر صباح الشروق. نتواصل أكيد مع كل أحبابنا وأصدقائنا، وزي ما عارفين في عدد من الجهودات المختلفة من عدد من النداءات والتحالفات والأشياء الإيجابية الجميلة اللي هي همها هم المواطن أولاً وهم البلاد، يعني المواطن والبلاد بيشكلوا الاثنين ثنائية مهمة جداً للنهضة بالسودان. وهذه الايام تحديدا السودان عانى معانا وما زال يعاني بسبب اثار الفيضانات والسيول زي ما ذكرنا في بدايه مشوارنا، اللي ضربت واجتاحت عدد من المناطق واثرت على عدد من القرى، لكن الافكار الخلاقه موجوده والافكار الايجابيه للحلول المنطقيه لمجابهه هذه الاثار ايضا موجوده. دعونا يعني الفيضان كمان يا منذر ما بس اثاره حاليا بس انه سقوط المنازل وانهيار عدد المنازل، وانما في اثار ثانيه بتتبعه، لانه المياه الراكده هتظل راكده لفترات طويله جدا، البعوض وغيرها من المشكلات والذباب كلنا قادرين عارفين انه حاليا موجود في المنازل بكثره. حلول كثيره منطقيه من تحديدا نداء الشمال وتحالف الولايات. داخل الاستوديو معنا الدكتور عبد الحليم حسن الحاج ونائب رئيس نداء الشمال وتحالف الولايات ورئيس كمان الاقليم الشمالي لنداء الشمال وتحالف الولايات. اهلا ومرحبا بك دكتور وصباح الخير عليك. مرحبا بكم في قناه الشروق، سعيد بهذه الاطلاله و شكرا منذر، شكرا لينا. ان شاء الله نحن نكون يعني خفيفي الواقع رغم ثقل التعب، السودان كله تعبان يعني. نعم. احنا نتمنى انه نكون يعني اضافه حقيقيه للبرنامج بتاعكم في نداء الشمال. نحن وتحالف الولايات منذ الوهله الاولى او قبليها قبل الفيضان وكذا كان في دراسات معموله انه السنه دي حيكون كذا عشان سد النهضه، عشان السد العالي، عشان كذا كان متوقع يعني الحاجه دي. والله هو متوقع الكلام ده بالمناسبه كل سنه، يعني الفيضان ده قاعد يفاجئ السودانيين كل سنه، يفاجئون رغم انه هو كل سنه موجود، يعني الفيضان الخريف الحاجات دي كل الحكومات منذ الاستقلال المتعاقبه على البلد في النهايه نحن كل مره جراء هذه الفيضانات وهذا الخريف تهدم بيوت، بيجي بعد الخريف وبعد الفيضان زي ما انت تفضلت يا استاذه لينا بيكون في حاجات يعني البعوض، المعارف، الناموس، الذباب، الاثار البيئيه ونواقل الامراض، ملاريا وانتشار مشكله. فنحن عقدنا اصلا غرفه عمليات لينا بالضبط من اواخر اغسطس ونحن شغالين في الحصر وكده، وشبابنا موجودين في كل الولايات نداء الشمال وتحالف الولايات، بالذات المناطق المتاثره نيليا اللي هي قاعده حول النيل، يعني نحن هسي شباب كل مره بيرصدوا وشغالين. فنحن انزعجنا والله الحاجه دي شديد، ولتاخر استجابه الحكومه لانه الناس كل مره بيتكلموا انه والله يا اخي نحن عندنا كده وعندنا كده، يا جماعه بيوتنا وقعت، يا جماعه نحن ماسكين الترس الشوالات ايه كده. فالناس ما كان عندهم حل غير انه بس يلجؤوا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني. الناس اللي حولنا واكيد عندها دور كبير يعني في حتى التكاتف مع الجهات المسؤوله، الشراكه مع ايوه شراكات المجتمع المدني والمواطن عموما زي ما تفضلتي لينا وتفضل المنذر، بانه نحن بنحاول هذه الشراكه ننميها من خلال سعينا اللي انتم هسه شايفينه ده. نعم. وكان اول هذا السعي اللي هو نحن كان عندنا شراكه حقيقيه مع منظومه الصناعات الدفاعيه عبر الاستجابه الفوريه للسيد رئيس مجلس السياده الفريق اول ركن البرهان. نعم. وبدوره وجه السيد الفريق مرغل ادريس رئيس اللي هو منظومه الصناعات الدفاعيه، واستجابوا لنا على الفور، يعني الاستجابه بالجد كنا نحن مغبوطين جدا وفرحانين بانه الاستجابه كانت فوريه، تقريبا في اتصال والغرفه منعقده قلنا ما عندنا حل لانه ما في استجابه يعني والناس متضايقه وكذا، كان لابد نعمل الشغل بتاع الرشده. نعم. لانه الناس نحن عندنا هناك في الشمال ناس بيتمسحوا بالجاز عشان يناموا من البعوض. بديتوا بالرش بالطائرات والبدايه والتدشين حيكون في نهر النيل. بالضبط بدينا في الولايه الشماليه في مروي، كان عاملين احنا الاستيشن الاول كان في مروي، وغطينا الكلام ده من 2/9 لحد يوم امبارح. جميل. الليله حيبدوا دنقله والبرقيق وحلفه وعبر دلق وحلفه وعبري. نعم. نحن هذول كلهم حنغطيهم ومن هنا حنمشي بعد ننتهي من ولايه نهر النيل ستيج 2 طوالي، حنشوف
طوكر وسنجة وسنار، يعني تغطية نقدر نقول كاملة لكل المناطق، كل الولايات المتضررة. نعم. نحن اسمنا نداء الشمال وتحالف الولايات. طيب خطتكم شنو لسنار يعني والمناطق المتأثرة في سنار تحديدا سنجة وغيرها من القرى اللي يمكن زي ما دار بيناتنا يمكن قبل شوية حديث تحت الهواء انه في عدد من المناطق في سنار تأثرت بصورة كبيرة جدا لدرجة انه طلبوا من الأهالي الإخلاء إخلاء المنازل. صحيح. والمياه هتظل موجودة والقرى المجاورة لها هتتأثر بوجود المياه الحالية. خطتكم شنو في عملية الرش تحديدا بالطيران، ويعني هتتعاملوا كيف مع الناس اللي طلبوا منه وانه هم يتركوا منازلهم؟ يعني فجأة الإنسان بين عشية وضحاها يلقى نفسه يهجر قسريا. نحن طبعا عندنا التجربة دي، عندنا في حلفة هجرنا قسريا وفي حتات كثيرة. يعني الكلام ده أصلا كل الناس المتضررين عبر الكوارث الطبيعية، والسودان تم إعلانه الآن منطقة كوارث طبيعية، يعني عديل العالم كله هسه بيعرفنا لنا في السودان منطقة كوارث وحالة طوارئ لثلاثة شهور رغم التأخر، لكن لأن تأتي متأخرا خيرا لك من أن لا تأتي أبدا. كان يعني المفروض يكون قبل كده، أنا متأكد يعني كان حيكون أفضل والعالم كان حيشوفنا بصورة يعني يمكن زي ما بقولوا أحنا يعني. نعم. لكن نحن أسي في الإطار اللي أنت سألتي فيه، نحن المرحلة الأولى استجوان ده الرش بالطيران كتخير الشراكة الموجودة بينه وبين منظومة الصناعات الدفاعية، وكمان في برضو شركات ومؤسسات خاصة زي سي تي سي وغيرهم. ديل كلهم حيشتغلوا معانا بعد الرش ده، حنشتغل على الرش الأرضي. نعم. بعدين بنجي نوفر ناموسيات، الآن برضو تعاقدنا مع عدة جهات لتوفير الناموسيات الأدوية للملاريات متوقعة هسي، لأنه نحن قبال أول مبارح بيتكلموا في مروي إنه في 40 جرعة بتاعت ملاريا للولاية كلها، ولاية نهر النيل بسيطة شديد طبعا كله. فنحن بنعاني معاناة كبيرة. نحن الآن في جسور جوية إن شاء الله موعودين بها الناس هنا في السودان، لكن نحن كمجتمع مدني ومنظمات وجهات خدمية وزي نداء الشمال وتحالف الولايات وجوده في على الأرض في المناطق كلها. نعم. ده نحن بنستفيد من ناسنا الموجودين هناك، هم اللي بيديروا ذات القصة بتاعت الرش. نعم. اللي انتم شايفينه الرش هو طبعا حل الأمثل باعتبار انه يعني الملاريا منذر واحدة من الأمراض المستوطنة في السودان اصبحت، والعلاج بتاعها صعب غير متوفر ومكلف. صحيح. وعنده توابع تانية، آثار جانبية كثيرة. صحيح. فإذا توفر عملية الرش بالصورة الصحيحة. صحيح. اللي بتغي الناس، وإذا توفر كذلك دواء البعوض اللي بيمنع من لسعات البعوض، خليه بيكون ده حل مثالي ومؤقت يعني للابتعاد عن البعوض. وده اللي هسه شغالين فيه، ونحن بنحاول كل مرة يعني نحن بنستفيد من إحصاءات ناسنا في المواقع المختلفة. سبحان الله، هسه انا ممكن كان ابدا لك باحصاء الليله، لكن بعد ساعه حتلقى الاحصائيات متغيره وكل مره. نعم. انتوا لينا في توتي الان يعني معاناتكم، الله يطب بينا ان شاء الله. الله يطب بيكم. فالناس صامده وشغاله وكذا، وهو ده حال السوداني يعني دائما يتفاجأ زي ما قلت لكم. دي والله اللي هشاشة البنى التحتية في البلد. ما القصد ما انه في الخرطوم بس، انا بتكلم عن كل الولايات يعني البنية التحتية هشة عشان تحل المشكلة، حل جذري صعب. ولو ما صعب على الحكومة نحن ما كنا لجأنا لشراكات زي دي، وهو صعب بكل المقاييس، لكن يهود حال السودان وحكومات المتعاقبة على البلد. نعم. دكتور عبد الحليم، اتكلمت عن شراكاتكم مع منظومة الصناعات الدفاعية، فياريت لو نتكلم أكثر حول الشراكة دي. هذه الشراكة هو منظومة الصناعات الدفاعية، هي طبعا اللي هم عندهم المسؤولية المجتمعية جوا المنظومة، هي مسؤولة من مثل هذه النشاطات أو هذه الأنشطة. نحن لما لجأنا للمنظومة لجأنا ليه عبر حقيقة يعني لو ما السيد رئيس مجلس السيادة الاستجابة الفورية اللي انت شفتوها دي، والناس فعلا يعني الناس فرحت وطلعت تستقبل الطائرات كأنما أنقذوا، يعني لأنه فعلا ده إنقاذ، نحن بنعتبر إنقاذ حقيقي للناس يعني كونك انت تجي بالرش، الناس ما قادرة تنوم قاعدين. صحيح. دكتور احنا بنقاطعك شوية، يمكن في تقرير خاص بالفيضان وأثار الفيضان نسمعه، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود الحديث وإكمال الحديث مع الدكتور.
الشمال وتحالف الولايات وبالتضامن مع منظومة الصناعات الدفاعية حملة الرش بالولاية الشمالية والاستعداد للانتقال إلى ولاية نهر النيل ومن ثم إلى سنار وبقية الولايات المتأثرة جراء الفيضانات. وقال رئيس نداء الشمال وتحالف الولايات أبو القاسم بورتون بمنبر صحفي بطيب برس إن الشراكة مستمرة مع منظومة الصناعات الدفاعية حتى إكمال عملية الرش الجوي والإعداد لحملة الرش الأرضي بجانب إقامة شراكات لتوفير الناموسيات وأدوية الملاريا. حيث ولد عملية الرش في 2 سبتمبر واستمرت حتى يوم أمس، وتم تغطية محلية مروي بالكامل للكاسنجر والتساء بطول 108 كيلومتر وعرض يتراوح من 3 إلى 8 كيلومتر. ومن المتوقع اليوم وغدا أن يبدأ الرش في قطاع الدبة والجولي والنبلة والبرجيك وحلفة، ثم الانتقال إلى ولاية نهر النيل، ينتقل إلى باقي المناطق من كوبا سينجا وسنار وباقي مدن السودان. كما أننا سنقوم بالإعداد لحملة الرش الأراضي وقمنا شراكات لتوفير الناموسيات وأدوية الملاريا، ننتظر استلامها الأسبوع القادم. إدارة المسؤولية المجتمعية بمنظومة الصناعات الدفاعية أوضحت عن تكثيف جهودها في هذه الفترة للعمل عبر محور واحد وإصحاح البيئة فضلاً عن توفير الجوالات والآليات. سنعمل بعون الله بعد الفيضان، أو فقط في إصحاح البيئة، محور إصحاح البيئة. بالنسبة للرش والمحلول، رش ولاية الخرطوم، أنا شكرت الشركاء، لولاهم لما نجحت حملة الخرطوم. حملة الخرطوم للعلم هنالك حملة كانت للرش الجوي، تكملة لهذه الحملة لابد أن يكون هنالك استكمال من وزارة الصحة بالرش الأرضي. دور منظومة الصناعات الدفاعية كان في الرش الجوي بتوفير الطيارات، بلغت قيمة الطائرات على وقود الطائرات على الطيارين 18 مليار، تم دفعها من رئاسة منظومة الصناعات الدفاعية 4 مليون دفعات عن طريق شركة سودانية للموارد المعدنية المدير العام مبارك أردون، واللي وفر المحلول بيوفر عبر شركات خاصة مختصة بالقصة دي، هي بتكون بتوفر المحلول بإشراف وزارة الصحة. شركة وقاية المحاصيل أكدت على حرصها للعمل مع نداء الشمال وتحالف الولايات لتغطية كافة الولايات المتأثرة بالرش عبر الطيران. تم تجهيز كل المعينات والمعدات للعمليات الخاصة بالوظيفة وغيرها. التنفيذ كل ساعات الطيران كان تحت إشراف وزارة الصحة الولائية الممثلة في إدارة المجارية والوصول إلى الملاحين. والآن كما ذكرت الدكتور ميمن نحن بصمة ترتيبات لعمليات الرش في كل النبوغة والطيران. إذن جهود مضنية ومستمرة قامت بها هذه الواجهات وباستجابة من رئيس مجلس السيادة في سبيل تخفيف المعاناة ودرء الآثار الناجمة عن الفيضانات. شكرا الزميل ناجي فاروق لهذا التقرير. أكيد بنتواصل معكم عبر صباح الشروق وفي حضرة نداء الشمال والدكتور عبد الحليم حسن حاج. دكتور مرحبا بك من جديد، والحديث يتواصل عن حملة الرش سواء كانت بالطائرات والاستعدادات لحملة الرش الأرضي، فدايرين نعرف الشوط اللي قطعتوه في حملة الرش بالطائرات ومدى الاستعداد للرش الأرضي. نحن تقريبا بدينا حملة الرش بعد الاستجابة الفورية ذكرتها للسيد رئيس مجلس السيادة. نحن حاولنا نبدأ مباشرة، لكن برضو حد ما الطيران المساء والكيميكالز المفروض تكون في الرش وكده والموية والتناكر والشغل ده كله كان جهدي شعبي هناك في المنطقة، وفعلا بدينا يوم 2/9 لحد مبارح نحن شغالين. تم تغطية منطقة مروي يعني كل المحلية ماشيين. الليلة حنبدأ في ضنقلة إن شاء الله، وحنتوجه للبرجيك ولمحلية دلقو ومحلية حلفة. وادي حلفة، فحنغطي الجزء ده كمان يومين ثلاثة، وحنبدأ الشغل برضو في ولاية نهر النيل، حنغطيها كلها
وحنتوجه بعد ذاك لطوكر وسنجة وسنار باعتباره كل المنطقة النيلية المتأثرة بالفيضان ده تحتاج مننا للوقفة دي بالرش الأرضي. فيما يخص الرش الأرضي، الرش الأرضي ده الحمد لله معيناتنا كلها وما في حاجة واقفة، بس متى ما ينتهي الرش بالطيران ده حنبدأ الرش الأرضي طوالي اللي هو حيعقب توزيع الناموسي وتوزيع الأدوية في كل المراكز والمؤسسات. دكتور احنا عايزين نقف فيه يعني باعتبار انه الناموسيات برضه حل يعني برضه مؤقت للوقاية من الملاريا وتوزيع الأدوية. طيب شراكتكم يعني مع اي جهة تحديدا في توزيع الناموسيات والأدوية في المناطق؟ والله احنا بالنسبة لنا كل منظمات المجتمع المدني مستهدفة بالنسبة لنا، لأنه الناس يعني لما احنا نتكلم عن منظمات مجتمع مدني ونتكلم عن مؤسسات وكذا وكيانات، انتوا كلكم تتبعوا في السودان ده لكيانات وجروبات واتساب وفيسبوك وفاعلي خير وفاعلي خير وغيره، الناس دي اللي احنا شغالين عبرهم ما في جهه بتدعم، هو المواطن يدعم نفسه برا وشغالين كده، نحن السودان ده كله شغال كده بالمواطن يعني. فالمواطن هو الداعم الاساسي والرئيسي لهذه العمليه، بل بالعكس يعني احنا مرات نقول والله الناس اللي في الجروبات وفي الفيس وعايشين في الاسفيريه ديل تعالوا لنا في الوطن احنا دايرين نشتغل لنا. احنا خلينا برضو يا دكتور معلش نوجه رساله شكر لكل السودانيين خارج البلاد في بلد المهجر، المغتربين اللي كان عندهم برضو دور كبير جدا، دور كبير والله، دعموا قاموا للوطن وقاموا للناس اللي تاثرت هذه الايام بالفيضانات. شكرا جزيلا لكل سوداني غيور على بلده هو خارج الوطن وقلبه مع اهله في السودان، يعني لابد ان نشكره حقيقة عظيم ومقدر صح يعني. مهما كان نوع الدعم حتى ان كان دعم معنوي حتى الدعم عبر الكيبورد يا لينا برضو احنا حالتنا النفسيه شويه كده تعبانه فكويسه يعني وقلب رجل واحد. التحيه لهم ودائما الطيور المهاجره بتمثل السودان خير مثال خارج ارض هذا الوطن الجميل السودان. دكتور عبد الحليم، زي ما عارفين السودان بلد زراعي وعلى مجرى النيل يعني اراضي واسعه وشاسعه والجروف وكذا، وكل سوداني عارف الحاجه دي. مع فيضان النيل يعني مناطق كثيره جدا، خلينا نقول مثلا تقريبا كل الولايات تاثرت، منطقه الجروف والزراعه اللي بتكون للخضار وللفواكه وجناين الموز وكذا تاثرت تماما. ف يعني انتم عندكم دور في الموضوع وعندكم حاجه شغالين عليها، يا ريت لو نشرح اكثر للمشاهد ان شاء الله. طيب نحن طبعا الناس يعني وفقا للاحصائيات الاخيره بنتكلم عن 100,000 على مستوى المناطق، 100,000 بيت، نعم بنتكلم عن 100 نفس ازهقت، بنتكلم عن نصف مليون مواطن سوداني تضرر من هذا. دي الاحصائيات الاوليه اللي هي كل يوم بتتغير. نعم فقدنا كميه من المزروعات والمغروسات عندنا بالذات في الشمال في حتى الماشيه يعني ايوه حتى الماشيه من مناطق الزومه والحزيمه وتجد وحمد اكثر المناطق تضررت. تكلم عن طوكر وطوكر الان تستغيث لانه دايرين اخلاء. نعم دارين إخلاء يعني الناس خلاص اخلاء كامل، انت دار تخلي زول دار توفر له مأوى وسكن وغذاء. نعم فانت بتتكلم عن حاجه زي دي، فبالتالي يعني مشكله كبيره بالجد يعني. توكر نفس الحكايه هناك، نحن عشان تعمل تعويض للحاجه دي الان مع خطتنا دي طوال ستيج 3 عايزين الجروف اللي انتهت دي دايرين نستفيد منها. الان عندنا شراكات كبيره جدا مع مؤسسات كبيره على راسها دال وناس البحوث الزراعيه بانه يوفروا لنا بذور، وحننطلق عبر مكونات هذا النداء اللي هو الشعب السوداني في النهايه، النداء ده هو الشعب السوداني يعني. اذا شمال تحالف الولايات ده الشعب السوداني. نعم فانت ماشي تستفيد من الشباب الحر الحي ده بحيث انه يعملوا اضافتهم، فنحن حنجيب البذور دي ونستفيد يعني زي ما بيقولوا من الفسيخ. نعم. بيقولوا شنو؟ نعمل شربات. نعمل شربات. احنا بعد الحاجه دي ان شاء الله نعمل بذورنا دي ونزرع. وين المشكله؟ والله جاهزين الاراضي الزراعيه والان فعلا استصلحنا الاراضي دي، والجروف دي بالماشيه حتكون خصبه جدا بعد اللي حصل ده كله. برضو في حاجه خير يعني ان شاء الله. ودائما الشعوب تنهض بعد الكوارث، ان شاء الله يكون الكارثه ان شاء الله والله نتمنى ننهض من بعدها للافضل يعني، والسودان تغير تغير جذري وكبير جدا ان شاء الله. طيب بالنسبه لي يعني خلينا نسمع منك بعض الرسائل اللي حابب توجهها للمؤسسات والمنظمات
والحكومه كذلك يعني. والحكومه كمان اي، نحن زي ما قبيل انا يعني انتم ذكرتوني اعلن السودان انه منطقه كوارث. منطقه كوارث طبيعية. جاء متاخر هذا الاعلان. نعم. والكلام ده الليله انا سمعته انه حتى السيد رئيس مجلس الوزراء قال والله نحن تاخرنا كثير في الاعلان جدا. والان نحن في طوارئ 3 شهور. نعم. انا ندائي الاول للحكومه وقفوا اي حاجه. احنا دايرين طيارات، دايرين قطارات من الصين، دايرين غيره، ولكن احنا المفروض هسه في المرحله دي انت اعلنت عن بلدك منطقه كوارث، يجب ان تتوجه لدرء هذه الكارثه فقط. فقط يعني. نعم. ما في حاجه، انت بتقول انا منطقه كوارث طبيعيه. انت بتقول انا 3 شهور طوارئ، خلاص يعني وجه حاجاتك كلها نحو هذا الهدف. نعم. عشان انت فعلا المواطن يحس بانه الحكومه واقفه معاه بتدرأ هذه السيول والفيضان والخريف والدنيا الحاصله. نعم. مجتمع منظمات المجتمع المدني والقطاعات والمؤسسات الخاصه ندانا لهم، احنا في السودان بنعمل يد واحده نداء الشمال وتحالف الولايات مع كافه المكونات كافه الكيانات، نحن يجب ان ننصهر قدام هذه الكارثه. يعني انا ما شايف ثاني في حاجه مهمه بقدر اهميه هذا الحدث، وحدث كبير باعلان العالم كله الان بيشاهدنا في انه احنا خلاص اعلنا نفسنا منطقه كوارث. نعم. وانت لو ما شغال قصاد الحاجه دي وتطلب من الناس اي زول بيستغرب، مش كده؟ نعم. يعني. نعم. فنحن حقه نوجه جهودنا عشان نقنع بقيه العالم والشعوب انه نحن فعلا شغالين قصاد هذا الفيضان. متخيل لو في لو في اي ميزانيه متوفره او غيره تطلع للمتاثرين والمتضررين من الحكومه تحديدا، يعني دعمها وعاونها. أيوة. سواء كان زي ما قلت. نعم. مادي او معنوي او غيره مهم جدا في الفتره دي. مضبط. كثير من الاسر تشردت واصبحت في العراء، محتاجين بجد دعم من الحكومه، من المنظمات، من المؤسسات وغيرها، من الشعب والافراد ايضا. صحيح. ان شاء الله. نعم. ربنا يرفع السودان ان شاء الله. والجهود يا لينا ودكتور عبد الحليم اكيد لازم تتكاتف، لازم الناس تكون مع بعض، شباب ومنظمات واكيد مبادرات خيريه، تكاتف مع الجهات المعنيه والجهات اللاحكوميه، علشان الكارثه دي ما بنقول 16 ولايه ولا 15 ولايه، كلنا بصراحه متضررين من الحاصل في السودان، علشان كده يدنا تكون واحده وننسى كل خلافاتنا وكل تفاصيلنا وكل حاجاتنا. صحيح. السياسيه علشان نقدر على الاقل الثلاثة شهور دي تكون شهرين او شهر وانتهينا خلاص. نعم. من الحاجات يعني دي فرصه لانه السودان ينهض من جديد. احنا شاكلك كثير دكتور عبد الحليم حسن الحاج نائب رئيس نداء الشمال وتحالف الولايات، وايضا رئيس الاقليم الشمالي لنداء الشمال وتحالف الولايات، شكرا جزيلا لك وربنا يقدركم يعني على هذه المسؤوليه ان شاء الله. والله بدعمكم والاعلام معانا وكذا بنوصل صوتنا لكل الناس، وبننطلق مع بعض من قناه الشروق وبقيه كل العالم حولنا ان شاء الله. نحن ماضيين في الدرب ده وما في شيء حيسنينا، ولا سياسه بتفرق ولا مجتمعات مختلفة وأعراق بتفرقنا. نحن الآن في نداء الشمال وتحالف الولايات كلنا واحد، كل الولايات في السودان واحد. نعم. نشتغل قصاد هذه الكارثة. كارثة كانت وين؟ والله السيول ممكن تكون في الغرب، السيول ممكن تكون في شرق السودان، في شمال السودان، الآن في جنوبنا الحبيب اللي. نعم. هو سنجا و... نعم في كل في. نعم. كل يعني نحن كلنا متجهين في الحتة دي، فنحن يجب أن نكون يد واحدة ونشتغل قصاد. نعم. الموضوع احنا كمان كذلك اليوم خلال الفترة المفتوحة حريصين أن نحاول نجوب السودان يعني شمالا وشرقا غربا وجنوبا. نعم. ونقف على أثار الفيضانات ومن الشمال مباشرة إلى ولاية نهر النيل عبرة أيضا للوقوف على أثار الفيضانات من خلال هذا التقرير نشاهد. كغيرها من الجزر المغمورة بمياه فيضان نهر النيل، توارت الجزيرة كرني عن الأنظار. أخفقت المحاولات المستميتة في تأمينها، لأن ما حدث كان فوق كل التوقعات. لم يتمكنوها بدا من الخروج القصري بحثاً عن ملاذات آمنة حفاظاً على أرواحهم وما تبقى من ممتلكاتهم. كل الناس الآن خارج الجزيرة، كل المساكن جوا، الإحصائية بتاعتها أكثر من 500 بيت انهارت تماما، الناس الآن مشردين، محتاجين الآن لاحتياج، احتاجنا الأول الآن لأنه تجينا معينات لترحيل الناس دي من داخل الجزيرة للخارج. ما يقارب 600 منزل بالجزيرة كرني أضحت أثرا بعد عين، افتقد أصحابها المأوى وتكبدوا خسائر فادحة جراء ذلك. يبقى المأمول والمرتجى غوث وعون يجبر الضرر ويخفف البلاء ويزيح العسرة. التزمت الحكومة الولاية باستقلاب خيام، عدد من الخيام،
والآن يعني مع المنظمة 35 خيمة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني تتم المتابعة اللصيغة بواسطة ولاية نهر النيل. الارتفاع غير المسبوق في مناسيب الفيضان لم تأمن منه الكثير من القرى الواقعة على طول شريط النيلي، ليصبح واقع المأساة فيها والجزر سيان في حجم الدمار ورحلة البحث عن الأمل. نحن الموقع الفيو ده جغرافيا منطقة، يعني منطقة هي أصلا منطقة واطية، يعني لو نحن لقينا في الولاية يتهيأت لنا منطقة في المناطق السكنية الموجودة حسب علمنا أنه مثلا في المناصير غري ستة أو في اليتم أو في أي منطقة جاهزة، بيكون ده أقرب حل بيكون بالنسبة لنا نحن، يعني حل يعوضنا عن مناطقنا دي، لأنه مناطقنا دي البحر ده نحن السنة اللي عشنا فيها البحر ده قبل كده المنطقة دي يا برضو. حكومة ولاية نهر النيل التي بدت مثقلة بهموم المتأثرين المنكوبين بفيضان النيل أرسلت مناشداتها العاجلة للمنظمات والخيرين لإسناد جهودها في إعانة المتضررين آنياً ومستقبلياً. المنظمات يا جماعة، المنظمات تجينا بما لديها، ما تطلب مننا يا جماعة، أنتوا حوجتكم شنو الحوجة معروفة، خيام مؤن، الغرة دي دايرة مهندسين يا جماعة، أي مهندس عايز يتطوع مدني، مهندس كهرباء، عمال يجي يتطوعوا يصلونا في الأمانة يعملوا كشوفاتهم بإذن الله تعالى، أجرهم عند ربنا والعايز أجر مننا بإذن الله نديه له. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.